أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا، تشكلت لوحات الإبداع في أكثر من مكان داخل قسم قهوة الفن، وهو ضمن عدة أقسام جميلة يحتويها معرض إثراء المعرفة، والذي يقام بتنظيم من شركة أرامكو السعودية، ومركزه أو مكانه هو في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. مشاهدينا، قهوة الفن تميزت بأنها جمعت فعلا مواهب خاصة، مواهب اكتشفت، وأيضا بعض الفنون التي جمعت ما بين الحداثة والغرابة. والجميل أيضا التي أشرفت على هذا القسم هي شابة سعودية تقريبا تحملت كل المسؤوليات على عاتقها. ضيفتنا في الاستوديو مشاهدينا هي الأستاذة سحر الحمود، المشرفة على قهوة أو قسم قهوة الفن في معرض إثراء المعرفة. مساء الخير ويعطيك العافية. أهلا وسهلا. مساء النور، يعطيك العافية. الله يسلمك. الحمد لله، سعيدين بوجودك. طبعا استضفنا وتكلمنا من قبل عن طبعا إثراء المعرفة، واللي حقق نجاح كبير جدا، لكن بداية قبل ما نتحدث عن قهوة الفن، كيف الأصداء في الرياض؟ صراحة بالذات الحين الأجواء، كل الناس رجعوا عشان من الإجازة والمدارس، فالازدحام كل ماله في ازدياد. الازدحام، طالما في ازدحام فاذا طبعا في مسؤوليات اكثر، فكيف طبعاً الوضع حاليا في قهوه الفن؟ لا، الحمد لله. احنا طبعا احنا نقوم في قهوه الفن، عندنا فريق متكامل سواء كان من العاملين في قهوه الفن او المتطوعات الموجودين معنا، فان شاء الله يعني الامور كلها ان شاء الله الحمد لله بخير ان شاء الله. حاليا حضرتك طبعا المشرفه او المسؤوله عن اداره قهوه الفن، لكن ما شاء الله يعني اضافه لحضرتك، كم عدد الفريق اللي يعمل معك، مسؤولياتهم؟ طبعا احنا في الفريق اللي يشتغل معايا تقريبا 16 من الشركة المشغلة معنا، ويوجد معايا 68 فالنتيز متطوعة تشتغل معايا في قهوة. تطوع كامل؟ تطوع كامل. فالحمد لله العدد كبير. العدد كبير. طب بالنسبة للحضور، تقريبا كل يوم كم يكون عدد الزوار في قهوة الفن؟ طبعا كل يوم في ازدياد عدد الزوار، ممكن يوصل ل 3000 أو 4000 يزور قهوة الفن يوميا تقريبا. طب ما شاء الله، مسؤولية كبيرة. كيف يعني طبعا انك تنظم وجود 3000 شخص على مدار حتى كم ساعه خلال اليوم؟ هي مسؤوليه ليست سهله. طبعا تعريفهم بالاقسام، حدثينا عن طريقه ادارتك للموضوع. طبعا التعامل مع الجمهور يعني يكون تعامل احيانا يكون بالذات اذا كان في يوجد ازدحام في المكان، فاحنا نتعامل معهم باسلوب معين. طبعا ندخل مجموعات لقهوه الفن، عندما تكون قهوه الفن ممتلئه بعدد الزوار، نوقف الدخول لفترة معينة حتى نتأكد من خروج مجموعة من عدد الزوار، ثم يدخل المجموعة الثانية. كذلك الترتيب يتم عن طريق التذاكر التي توجد لدينا لكل ورشة موجودة في قهوة الفن. هناك تذاكر، طبعا احنا نفتح او يتم فتح التذاكر وتوزيع التذاكر قبل نص ساعة من الورشة، فلكي تقلل من كمية الازدحام اللي موجود. طب حدثينا عن بعض هذه الورش، وهل هي ورش يعني من نفس الورش تقريبا، لكن بتكون بشكل مرتب ومستمر أم في تغييرات تحدث؟ طبعا قهوة الفن، احنا موجود في قهوة الفن 9 أنواع من الفنون. كل نوع من الفن يختص بفئة معينة. في فن الرسم على الرمل يختص بالأطفال من سن 6 سنوات ل 12 سنة. جميل. رسم برضو بالماء فيها من للأطفال من 6 ل 12 سنة. الورشات اللي تخص الأطفال عندنا 7 ورشات في اليوم. ما شاء الله. هي كانت في البداية 5 ورشات. مع ازدياد عدد الزوار، فطبعا اضفنا ورشتين زياده في هذه الورش او الفنون. في ورش ثانيه تستغرق مدتها ساعه ونص، زي فن التصوير وزي فن الفن الرقمي، الخط العربي، الاورجامي، هذه مده ساعتها يعني مده الورشه ساعه ونص، فيكون 3 ورش في اليوم. فيعني احنا نحاول باقصى جهودنا ان اكبر عدد من الزوار يدخل او يحضر معنا في الورش المتواجده في قهوه الفن. ما شاء الله، هذه الورش تكون من غير اي مقابل مادي نهائيا؟ مجانا، الورش كلها مجانا. المدربين اللي موجودين يعطوا هذه الورش على من اعلى المستويات، بعضهم سعوديين والبعض الاخر غير سعوديين. كانت معنا السيده نوره سقاوه الخطاطه اليابانيه، غادرت اليوم، فكانت تعطي 3 أيام ورش عمل، فكان الإقبال جدا 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 كبير على سيدة نورسو. كذلك لا يعني أهدر حق الأستاذ الخطاط عبد الله بن سواد، هو عضو في اللجنة العالمية للخط العربي والزخرفة الإسلامية، فسبحان الله الإقبال في كل الورش في ازدياد. فأحيانا احنا حتى برضو ممكن في اليوم على حسب عدد الزوار ممكن نضيف ورش زيادة. في عندنا فنون كثيرة، في فن الأورجامي اللي هو طي الورق، فن ياباني اكتشف في القرن 17 وانتشر للعالم في القرن 19.
الزوار صار عدد الزوار الذي يدخلون ورشه العمل في ازدياد. طب برايك هل الزوار يعني المجمل يكون مثلا وجودهم هو للتعرف او من باب التعرف على هذا الفن او الفضول، او بعضهم فعلا يكون عندهم النيه بالاحتراف في واحده من الفنون سواء خط العرف به او غيره؟ لا، في احنا طبعا احنا في عندنا في قهوه الفن احنا يوميا في عندنا نجمع قاعده بيانات. احنا نتواصل مع المدربين اللي في كل الورش الموجوده. اذا اكتشفنا احد او حس انه في احد عنده موهبه، هذه الموهبه يتم تسجيل قاعده بيانات للشخص الموجود. فتقريبا اكتشفنا عدد كبير من الاطفال، من الشباب، من الشابات موهوبين في مجالات عديده، مثلا مجال التصوير، الخط العربي، الفن الرقمي، الاورجامي، الاشغال اليدويه. ولفت انتباهي كثير الفن الحر. احنا في عندنا عدد لوحات تم رسمها خلال البرنامج جدا جميلة، تحسي الناس اللي رسموها فعلا موهوبين. يعني كذا لوحة في 16 سنة، في 15 سنة، بس لديها الموهبة. نعم. يعني حتى فنانين يزورون في قهوة الفن يطلعوا على هذه اللوحات، يوجد لديهم موهبة. يعني لا تصل، ممكن نسميها تصل إلى مستوى الاحتراف؟ تصل، بعدها يصل. نعم. طب من ضمن اللوحات أو المشاركات كان في مشاركات وصفت بالغريبة، إنها جميلة لكنها غريبة، وين التغيير أو وين الغرابة في هذه المشاركات؟ في أنا يمكن أقول الدقة في رسم اللوحات. يعني في عندي عدد من اللوحات واللي أذكر منها لوحة على شكل زرافة. الدقة في رسم هذه اللوحة، يعني البنت جدا دقيقة، البنت عمرها 16 سنة، لكنها جدا جدا دقيقة، غريبة في طريقة رسمها، تلوينها للوحة جدا جدا كانت جميلة. برضو كمان يعني في عندنا مثلا الخطاط أو طفل موهوب بالخط العربي عمره 11 سنة، بس ما شاء الله يجيد 5 أنواع من الخطوط العربية. اسمحي لي، هل الأهل يكون عندهم فعلا معرفة بأن عند أولادهم هذه المواهب أو يكتشفوها؟ لا صراحة يعني اللي لاحظتهم انه يكون الطفل عنده موهبة والأهل ما يعرفون انه عنده موهبة، وهذا هدفنا من قهوة الفن. جميل. انه احنا نبغى نطلع بالمواهب هذه. احنا نهيئ لهم البيئة فنية، ونهيئ لهم كل المستلزمات المطلوبة عشان نبغى نشوف مين الموهوبين. يعني في ناس يعني لا تعلم انه لديها موهبة، ولكن عندما تأتي لقهوة الفن تطلع المواهب الحقيقية صراحة. هل بيكون يعني تحديدا لصغار السن، هل يكون هناك نوع من التوجيه من قبل أستاذة سحر أو الفريق المتطوعات الموجود معكم، أو تخلوا الطفل هو نفسه اللي يتوجه للمكان اللي يميله أكثر؟ لا، هو الطفل يتوجه للمكان اللي يميله. ما يكون في أي نوع من التوجيه أو لا. لا، احنا في احيانا ممكن مثلا الطفل يبغى شيء معين او ورشه معينه، وتكون مثلا التذاكر حقت الورشه هذه انتهت للفتره الحاليه اللي هو طالبها، نقول له في فتره ثانيه، او اذا تحب تروح ورشه ثانيه، بيقول لي لا مثلا انا ابغى استنى الفتره الثانيه. فهو على حسب ميول الطفل ايش يبغى. وقهوه الفن لا تخص فقط الاطفال. نعم. احنا قهوه الفن الهدف منها ان تجتمع العائله ككل. فسوف تجدين بعض الورش للشباب، للشابات، يعني احنا قهوه الفن تضم من 6 سنوات الى 35 سنه. فيعني جميع شرائح او جميع الفئات العمريه تتواجد عندنا في قهوه الفن. طيب، عاده نركز على الاطفال لابراز بعض المواهب، او على الاقل يعني يتم خلينا نسميه توجيه الطفل او تركيز ان لفت انتباه الاهل ان هذا الطفل عنده موهبه، لكن بالنسبه للشباب، الشباب كيف كانت مشاركاتهم؟ الشباب تحديدا. الشباب والله شوفي، الشباب احنا طبعا عندنا ورش العمل نزلت في الموقع الالكتروني. فنلاقي الشباب يدخلوا الموقع الالكتروني وتلاقيهم بالذات، انا اتكلم عن الشباب الموهوبين بالتصوير. يعني انا لاحظت مجموعه كبيره من الشباب والشابات دائما ورش العمل حقت التابعه للتصوير تكون ممتلئه. جدا جدا ممتلئه، لانه في مثلا ورشه التصوير عندنا، مثلا في عندنا الاستاذه هاله الهجن، ورشه التصوير تعلمهم اساسيات التصوير، وليس فقط كيف تشتغل الكاميرا، كيف تشتغل العدسه، كيف تعمل الاعدادات للكاميرا، كيف تعمل استوديو مصغر في المنزل باقل التكاليف. فهذه تجذب الانتباه الشباب. بعض الشباب برضه مثلا يكون او الشابات يزوروا اثراء المعرفه فيلفت الانتباه، فتلاقيهم ثاني يوم يجي يقول لا انا شفتها امس وابغى اجي اسجل اليوم. فيعني بالذات يعني ليس فقط التصوير، الخط العربي. الخط العربي كان في حضور جيد؟ جيد جدا، كل الورش تقريبا كانت في الخط العربي ممتلئه. كان في ايضا يعني اعتقد ورشه باسم فن الظلام، الرسم على الظلام. الرسم على الظلام، حدثينا عنها. الرسم على الظلام هذا نوع جديد من الفن، هو جاي من بولا روسيا او روسيا البيضاء تسمى. الفن هذا احنا هدفنا منه يعني يتركز على ان الطفل
لا يخاف من الظلام. شو وداكم بيلاروسيا يعني؟ اليابان فهمناها، الصين فهمناها، لكن لا احنا طبعا احنا شو نحاول نجيب الاشياء الجديده. كيف طيب؟ يعني انا بتكلم عن الموضوع، لكن خليني طالما فتحتي هذه النقطه، كيف اخترتوا اصلا هذه الورش؟ كيف اخترتوا هذه الفنون؟ طبعا احنا نشوف يعني نطلع ونشوف معارض عالميه ونشوف ايش المجتمع يحتاج. احنا اخترنا بالذات الرسم على الظلام لسببين. السبب الاول انه الاطفال جميعا يخافوا من الظلمه. لما عند الطفل يخاف من الظلمة يبتدي يشعل جميع الأضواء في المنزل. أضواء لما تشعل طبعا احنا نشجع على توشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. فاحنا بنعلم الطفل شغلتين، انه انت ما تخاف من الظلمة، وفي نفس الوقت انت بتعمل توشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. فكان هذا الهدف من الرسم بالظلام، انه نبغى نحث الأطفال انه يقللوا من استهلاك الطاقة الكهربائية. طب وايش فكرة الرسم على الظلام؟ الرسم على الظلام هي عبارة عن غرفة مظلمة، ألوان فلوريسنت مضيئة، ويكون فيها بلاك لايت. الطفل عندما يدخل يشع، عندما يشع الطفل ويرسم الرسومات هذه، فلما يرجع البيت ياخذ الرسمه معه في البيت. يعني انا افتكر يعني بعض الاهالي قالوا احنا في البيت او في غرفه واحده من الغرف الموجوده في المنزل سوف نغيرها ونسويها نفس طريقه الرسم بالظلام. فكان هذا تشجيع للاهل ومنها تشجيع للاطفال يعني. اكيد طبعا، وتوفير او تشجير للطاقه طبعا. اكيد هذا يتماشى مع احد المعارض الموجوده عندنا في اثراء المعرف اللي هو كفاءه الطاقه. في البدايه احنا اتفقنا ان ما كان في اسئله معده، تكلمنا بشكل دردشه، لكن ما شاء الله واضح انك متشبعه تماما في الموضوع، تحديدا ان العمل على قهوه الفن كان من اشهر. لكن كفتاه سعوديه، شو الخبره اللي اكتسبتيها؟ في حال واجهت صعوبات، شو الصعوبات اللي واجهتها، والخطوة الجاية ايش بتكون استاذة سحر؟ طبعا انا الصعوبات اللي يمكن تواجهها شوية اللي هي التعامل مع الجمهور. بعض الناس يعني لما تكون نفذت البطاقات وكذا يغضب. فاحنا صراحة الشيء اللي فعلا جميل انه احنا قاعدين نمتص غضب الناس. هذه صعوبة وخبرة ممكن نسميها. صعوبة وخبرة في بعض الحين، نمتص غضب الناس، الناس تطلع من عندنا كلها الحمد لله مبسوطة. أهم حاجة إنه الشيء اللي فعلا أنا تعلمته، وكمان المجموعة وفريق العمل، إنه كيفية امتصاص الغضب، كيفية السيطرة على النفس عندما يكون الشخص الأمامك غاضب. كيفية تمتصي غضبه، هذه من الأشياء. كيفية تتعاملي مع طبقات مختلفة من الجمهور، المتعلم من غير متعلم، فتتعاملي مع طبقات مختلفة، جنسيات مختلفة، فهذا يكون مردود لك أنت في المستقبل. كيف أنا بديت أسيطر على نفسي، بديت أنه الواحد ما يغضب. نعم. يعني حتى الناس يعني لما تيجي غاضبة نقول لها ليش تغضبي، ما يعني عرفت كيف؟ فتتغير من الناحية السلبية إلى ناحية إيجابية، تمتص الغضب مباشرة. طيب والخطة القادمة إن شاء الله بالنسبة لك؟ إن شاء الله الخطة القادمة إن شاء الله إحنا في عندنا أفكار جديدة. أنا أحب الفن، أحب الفنون كثير، يعني هذه هواية عندي. فإن شاء الله في المعارض القادمة تكون عندنا فنون بأشكال جديدة غريبة وهادفة بنفس الوقت. هالمرة ركزنا على أوروبا الشرقية وعلى قارة آسيا، المرة الجاية بنشوف وين بتكون إن شاء الله. الأستاذة سحر الحمود المشرفة على قسم قهوة الفن في معرض إثراء المعرفة، شكرا جزيلا على حضورك. ومشاهدينا فعليا يعني إثراء الفن أو معرض إثراء المعرفة فعليا حاليا في إقبال كبير جدا. باقي فترة من الوقت، يا ليت في حال طبعا كان عندكم الوقت والرغبة تتوجهوا هناك، لأن فعلا موجه لجميع أفراد الأسرة، منا استفادة ومنا أيضا تعلم كيف نحافظ على الطاقة. مشاهدينا مستمرين في سيدتي لكن بعد الفاصل. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل، قرار إلزام المدارس بإنشاء عيادات طبية.